قضيتين بدتا مترابطتين، ليس لجهة إنهما وقعتا في ليل واحد هو ليلة الجمعة، ألا وهي العقوبات والاعتداء الوحشي الآثم على منطقتي السنك والخلاني، المتظاهرين في منطقتي السنك والخلاني. هل من ثم ربط بين القضيتين؟ لا لا أعتقد، لأنه العقوبات هي لمح عنها الأمريكان من وقت سابق، وهي عقوبات لا قيمة لها، هم قالوا عقوبات رمزية، ولا ترجع إلى ترجمة الكاملة لنصوص العقوبات تجد أنها قد بنيت على معلومات من مسؤول عراقي سابق، هي وشاية. وأنا استغربت حقيقة، وزير الخارجية بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، اليوم قبل ساعتين أو ثلاث تقريبا قال في تغريدة على تويتر أننا بعد ساعات من فرض إعلاننا العقوبات على فلان وفلان وفلان، قاموا أو قامت مجموعات مقربة منهم بالاعتداء الوحشي، هكذا قال. هم يفسرونها ربما، لكن أنا أعتقد، أنا من شفت البارحة سمعت الخبر، ربطت بين البكائيات التراثية اللي القوى السياسية الآن الموجودة بالسلطة ثقفنا بها، أنه الدم ينتصر على السيف، يعني يقولون كل التراثيات مالتهم من يستحضروها الدم ينتصر على السيف، يستلهمون هاي من ثورة الحسين. نعم. طيب ليش ما تعكسوها الآن؟ الدم المتظاهر راح ينتصر على السيف، يعتبروه مندسين ومرتبطين بمؤامرات. بعدين هذه أنا أعتقدها هي ترجمة عن حالة من الهستيريا. هذه المجموعة اللي قتلت المتظاهرين ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول اللي هم يسوقوا لربما تكون عصابة جنائية. الاحتمال الثاني قوة حكومية. الاحتمال الثالث ميليش. إذا عصابة جنائية دخلت وكل هذا الطوء اخترقته ودخلت، معناها لا وجود للدولة. إذا الحكومة هي اللي نفذت وتتنصل عن فعلها، حكومة جبانة لا قيمة لها. إذا الطرف الثالث الميليشيات هي اللي نفذت والحكومة لازم الصمت، فهذه حكومة أيضا لا قيمة لها. أنا أعتقد هي حالة من الهستيريا، والمتظاهرين سجلوا أهداف كثيرة في مرمى الحكومة حتى وهم ضحايا، وهم سلميون، وهم بلا سلاح، وهم ضحايا. أصواتهم، مطالبهم، التداعي، وصول أصواتهم إلى أعلى، إلى أوسع محيط دولي، والآن تحشيد دولي ضد الوضع في العراق، تحشيد دولي غير مسبوق. احنا كنا نتمنى أنه جهة دولية، دولة كبرى، مؤسسة دولية تتبنى أو تسمع صوت المتظاهرين. الآن مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة، وسنأتي على ذكرى في وقت يعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في العراق. نعم. هذا يذكرني بتداعيات بالتحشيد الدولي ضد نظام صدام حسين، رغم الحالة تختلف والأسباب تختلف والبيئة تختلف واللحظة الزمنية تختلف، ولكن أنت تتحدث عن آليات، عن آليات ومقاربات نفسهم. ما كانوا يتوقعون أن هذا، أذكرك أحد القادة بالسرايا الخرساني طلع قبل يومين من التظاهرات، من سألوه يوم 25 راح كيف راح تتعاملون مع التظاهرات، قال لهم مصير هاي فتنة، هذه لن تحدث لأنها فتنة. ورجع عادل عبد المهدي كررها، قال هذه فتنة، يعني المتظاهرون الذين يطالبون بحقوقهم فتنة. هم لا يدركون الآن، لا أو يتجاهلون العمق المجتمعي للتظاهرات. يا أخي صحيح التظاهرات مليونين أو ثلاثة، لكن عمق المجتمعي قد كم من العراقيين يؤيد ويساند ويتعاطف مع هؤلاء المتظاهرين؟ أقول نسبة لو أبالغ 95% من العراقيين يتعاطفون ويؤيدون ويساندون هؤلاء المندسين بين قوسين. 5% اللي هم الطبقة السياسية والمنتفعين منها فقط، الذين شوف الفضاء الإلكتروني، أنت من بين عشرات آلاف التغريدات شوف لك واحد يغرد بطريقة نشاز لأنه مستفيد. المجتمع العراقي يعني هم الآن لحد الآن ما أدركوا أن المجتمع العراقي يكرههم ويرفضهم. المشكلة وين؟ المشكلة يردون يسوون إصلاحات. يا أخي الفضيلة يجب أن لا يدعى لها من مكان مدنس. وتقصد أن طبيعة الإجراءات طبعاً تصدر من مكان غير قادر على ذلك. طبعا الشارع على يقين أن البرلمان مكان للصفقات والسرقات. سنأتي حقيقة والحكومة كذلك.